ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قامت عناصر القوات المسلحة الملكية المرابطة بالمنطقة العازلة يوم الأحد باستهداف كلب كان مزودا بكاميرا مثبتة في عنقه. وأوضحت مصادر عليمة أن كلبا أطلقته ميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للحصول على صور بغرض تكوين خارطة حول المنطقة وتحديد أماكن ألغام محتملة مزروعة بالمنطقة. وكانت عناصر الجيش المغربي قد أحبطت في وقت سابق محاولة أخرى للتجسس بإسقاط طائرة من دون طيار درون جرى رصدها بالمنطقة العازلة. وقد استعان الجنود المرابطين بنقطة القرقارات خلال عملية رصد الطائرة المشبوهة بوسائل تكنولوجية جد متطورة مزروعة على طول الجدار الأمني قبل أن تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطها بسهولة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.